باب نجاة الأمة مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته. لو خلد الله خلقا قبله خلدا، للموت فينا سهام غير نافذة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا، فلو كانت الدنيا يدوم بقاؤها لكان رسول الله فيها مخلدا. فيا خير من ضم الجوانح والحشا، ويا خير ميت ضمه الترب والثرى. لقد نزلت بالمسلمين مصيبة لفقد رسول الله، إذ قيل قايا مضى يا ابو ابراهيم نورك من خفا وغاب، غدت ظلم المدينة بكثر المصاب. عليك الحسن يبكي وصدره انعاب، واخوه حسين يبكي بدمع من دم، يا وخوه حسين يبكي بدمي، يا عمين دم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بشارة الأنبياء الذين سبقوه، فهذا عيسى عليه السلام كما يروي القرآن: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أعوذ بالله من الشيطان. أما أيضا الديانات السابقة ومنها في التوراة أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا أن الديانات الأخرى قد بشرت به، فإن من أهل الجاهلية أو من الذين درسوا أفكار الديانات السابقة أو تعاليمها كانوا أيضا يستبشرون. لهذا قيل أن بعض العوائل، بعض الآباء، من سمى ابنه محمد، اللهم صل على محمد، يعني عله يكون هذا هو الرسول، إلا أنه صنع الله سبحانه وتعالى. فولد كما معروف يتيما، فتكفله جده أبو جده عبد المطلب، ثم لما توفي تكفله عمه أبو طالب رضوان الله تعالى عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في هذا المعنى ويذكر رسول الله بيتمه برعاية الله وبأنه لا يدعه ولا يتركه وسيسدده ويدعمه. يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم ووجدك ضالا فهدى. يقولون ضال مو معنى معاذ الله أنه مبتعد عن الطريق، لا، متحير في كيفية هداية الأمة، يعني يحمل هموم الأمة، كيف يهدي هذه الأمة هذا المجتمع الذي يعيش فيه. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم was born an orphan. يعني his father died before his birth. So his grandfather عبد المطلب adopted him, took care of him. When he reached the year of 8, also his grandfather died. His uncle Abu Talib, Abu Talib is the father of Imam Ali عليه السلام. Abu Talib adopted him, took care of him. Till he reached the age of 40, Allah subhanahu wa ta'ala sent him as a messenger to the all of the world, not only for the nation or only to the period that he lived in, but forever. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. The previous religion, especially the prophets such as Musa عليه السلام, Jesus عليه السلام, they mentioned that there will be a prophet, his name is Ahmed. So they advised their followers to follow the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, but they didn't. الرسول كما تعلمون رحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم مو من ملة أخرى، ومعروف من هو. نعم كان معروفا بالصدق والأمانة، الصادق الأمين، جاء لينشر الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبالتي هي أحسن، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
رأس مال الرسول كما تعرفون هو القرآن، الميركل، المعجزة التي تثبت بأنه من عند الله هو هذا القرآن الكريم، لأنه كما بينا البارحة وذكرنا أنه ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإنه ليعلو وما يعلى عليه لقمة في مستوى البيان والمعلومات أيضا. يعني إحنا عادة مرات هنا اختصاص افرض في العيون، يعني اختصاصين 13 روح 100، بينما أنت تجد في القرآن جملة اختصاصات، وكل يستطيع أن يستنبط ويكتشف ضمن اختصاصه. فمن أين هذا لمحمد لو لم يكن هناك معلم مرسل وهو الله سبحانه وتعالى؟ كتب السيد الشهيد الأول قدس سره في كتابه البداية الفتاوى الواضحة: المرسل والرسول والرسالة. المرسل هو الله سبحانه وتعالى، والرسول هو محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، والرسالة هي القرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مواصفات هذا الرسول الكريم بالإضافة إلى أنه رحمة، يعني كان عالماً وقمة العلماء، ولا نعني به فقط القراءة والكتابة، ولو القرآن يقول له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، حتى تكون معجزة واحد ما يقرأ ويكتب رأساً يعطي هذه المعلومات. سيد الشهيد الصدر الأول قدس سره هم يستدل بهذا المعلم، يقول: لو تجيك فد رسالة من طالب بالمرحلة الابتدائية، قرية من القرى، هو لا يزال بالدراسة الابتدائية، لكن تعبيرها راقي، اسلوبها عالي، وهذا بالابتدائية، تقول: مو هذا، مو من كتابته، هذا فد واحد علمه. يقول: كذلك الرسول، هذا الرجل الأمي جاء بهذا الكتاب الواسع الكبير، الموسوعة الإسلامية الكبيرة، إذن مو من عنده، لا كان يقرأ ولا كان يكتب ولا كان معروف عنه أنه أديب أو تعبيرنا الآن مثقف، أي ثقافة الفكر المعاصر غيره، لا. فإذا هذه الرسالة مو مثل ما يقولون من تأليف محمد، وإنما من تأليف رب محمد وهو الله سبحانه وتعالى. فهاي التهمة قد رفعت، هذه الشبهة قد رفعت، كان يقولون كما يقول القرآن: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقولون فد واحد من المسيحيين كذا رومي من علم الرسول، زين ايش علم؟ شنو؟ جغرافيا، تاريخ، طب، فلسفة، كيمياء، غير. فمردود القرآن يرد: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فهو عالم ودعا إلى العلم وطلب العلم. نعم، لما أنزل عليه هذا الكتاب علمه الله سبحانه وتعالى هذه الثقافة، وأوصى بضرورة التعلم وطلب العلم، وفي ذلك ثواب كبير. ذكرنا يعني حديث الرسول في فضل العلم والعلماء: يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالجبال الرواسي، يقول: لربي أنى لي هذا ولم أعمل. يقول: هذا علمك، هذا علمك الذي علمته للناس. فشيء جيد أنه تذكرون أبنائنا على ضرورة يعني التعلم والإلقاء والتحضير، فإن هذا فعلا سيرفع من رصيدهم العلمي ويحافظ على مستوياتهم العلمية الثقافية الأخلاقية الأدبية وهكذا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه مرسل ما كان يتردد أن يسأل جبرائيل عليه السلام المزيد، الموعظة، يطلب منه الموعظة، يقول له: يا جبرائيل عظني. رسول الله يسأل جبرائيل الموعظة، يقول له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت.
واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. مسجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. واعلم أن شرف المؤمن صلاته في الليل، واعلم أن شرف المؤمن صلاته في الليل. يقولون تقعد السيدة عائشة وتنظر إلى الفراش فلم تجد رسول الله، أخذت تبحث، أصابها ما أصاب النساء من غيرة، فأخذت تبحث عنه فوجدته واقفا في محراب صلاته يقول: أي رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأخذ يبكي. ولما انتهى قالت له: يا رسول، أنت رسول الله؟ قال: نعم، أني أخشى أن يكلني الله سبحانه وتعالى إلى نفسي فأكون كما الذي حدث لفلان وفلان، ويذكر بعض الأنبياء. رسول الله، واعلم أن شرف المؤمن صلاته في الليل. جزاكم الله خير، يعني في هاي الدورة نسأل الله النجاح وأنه يكون نستمر. قبل شوية الحج يقول شو الجماعة تبخروا وقبل نهاية الموسم، أن يكون هاي يزيدنا فعلا أنه يكون نستمر، غير هي دورة كن نتقوى بالأخير نصير توب يعني القمة، نستمر نواصل، مو أكو تجينا فتكسلة. والذين اهتدوا زادهم هدى، ونفكر بمشاريع، ولو الشباب جزاهم الله خير ما مقصرين هذه الليالي بالإحياء، الله يتقبل منهم جميعا ومنكم، وما يمنع قد يكون أنه البعض في بيته أقرب وهكذا. لكن أقول كن نستمر على هذه الدورة، دورة روحية ما جاءت لتنحصر بشهر رمضان، أن نمتنع عن الأكل والشرب، وليس هو في كذلك، وإنما كما قال الإمام علي عليه السلام: من صام صامت جوارحه، من صام صامت جوارحه، وينفتح على البذل. أنا أكرر شكري وثنائي ودعائي يعني للباذلين والباذلات الذين يقدمون وجبات الإفطار. والله لو أنه يذكر اسم كل واحد يوميا فعلا لما له من ثواب وحث وتشجيع وإشادة بهذه الجهود، لنقل الثواب على أرواح موتى أبو فلان أبو فلان بيت فلان جزاهم الله خير، وهذا مطلوب على كل حال، وليس في ذلك رياء أبدا. لمثل هذا فليتنافس المتنافسون. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من جبرائيل عليه السلام أن يعظه، فكيف بنا؟ علينا أن نلح بالاستفسار من رسول الله، يعني من رسول الله، من تراث رسول الله، من نأخذ من سيرة رسول الله، ونلجأ إلى المتخصصين إلى العارفين، وليس في ذلك ضير. أحدهم يجي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا رسول الله عظني، أنا هم ساكن خارج المدينة مو دائما أجي. قال له: يا هذا اتق الله. وإحنا عرفنا من أعمال هذا الشهر الحصول على التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يسمو الإنسان إيمانيا. يا هذا اتق الله ولا تحقرن شيئا من المعروف. ايش قد تقدم؟ هسه افرض مو وجبة، على تعبير القرآن او الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني جزء من التمرة. اتق النار ولو بشربة من ماء، مو شرط إلا أن تكون يعني وليمة كبيرة، وهكذا مجالات الخير. شقد تقدر تسوي خير؟ إصلاح ذات البين، زيارة الإخوان في الله، وهكذا. قل له: يا هذا اتق الله
ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. يعني مو شرط فقط المي، أي مجال يعني أوسع من أن تكون أفرض واحد ما عنده مي وأنت عندك مي يقول أنطيه، هو أوسع من هذا. وإن امرؤ سبك بما لا يعلم منك، وإن امرؤ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه. أنت تعرفه من هو هذا، لكن كما يقول الشاعر: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بإني كامل. ومو ضعف أن ترد عليه، لكن سمو الإيمان. وإن امرؤ سبك بما لا يعلم منك، أصلا يتهمك ما يعرف عنك شيء، لكن مرض. وإن امرؤ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منك، ولا تسبن شيئا مما خولك الله. مو فقط هذه، ذاك الوقت الناس جلكم الله يعني أصحاب ماشية يعني إبل وهكذا أبقار، ولا تسبن شيئا مما خولك الله. يقول هذا الرجل: فوالله ما سببت لا شاة ولا بعير. أخذ بنصيحة رسول الله. هذه التهمة الملفقة على أتباع أهل البيت، يسبون يسبون أبدا، يعني كبقية التهم والشبهات التي تثار، ذولا رافضة ذولا غير شكل. هذا أمير المؤمنين مع جماعة معاوية ذاك الوقت، سمع أحد أصحابه يسب معاوية أو جماعة معاوية، قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، أمر رباني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كلهم: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكن لو ذكرتم أحوالهم وعرفتم أعمالهم لكان ذلك أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم. فالجماعة اللي بدأوا بالسب كرد، هي هم بدأوا بالسب ويريدون يردون عليهم، يقول: لا أكره لكم. أما جماعة معاوية فجعلوا السب سنة عندهم، حتى ينقلون عن أحدهم يقول: نسى السب فقضاه بعد الصلاة، كأنما أوجب قضاه. ولهذا ما رفع السب إلا في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، هذا اللي قل الشريف الرضي: يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت نزهتنا عن السب والشتم، فلو أمكن الجزاء جزيتك، غير أني أقول أنك قد طبت وإن لم يطب ولم يسك بيتك. رحمة الله على الشيخ الوائلي ذاكر بمذكراته يقول: فديوم قلت الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز، يقول: من خلصت جرن السيد الخوي على الله مقامه، قال لي: ما قرأت التأبيات الشريف الرضي؟ ما قال الصالح، قال له: غير أنك قد طبت. يقولون هذا هم سبب التربية خلته يعني يتصرف هذا التصرف. ابن يعني محافظ تعبيرنا المعاصر، أبوه كان محافظ إحدى الولايات وكان يصاحبه. ولهذا احنا ننصح يعني الآباء فعلا جزاكم الله خير، يوم جبتوا الأولاد ولو قد يملون، لكن خل هذا يعني يختزن بعالم الشعور عندهم هالأجواء هذه. يقول كان يستطيع يروح ويا أبوه للصلاة وهو صغير، ويشوف أبوه يتكلم بطلاقة، لكن لما يصل إلى على تعبيرهم إلى سب الرجل يتلعثم.
فمن يرجع يسأله يقول له أبا لقد كنت طليقا فصيحا في خطبتك في كلامك، لما وصلت إلى الرجل أصبحت ألكنا، ما الخبر؟ يقول قال لي يا بني لو علم الناس ما لهذا الرجل من فضل لتركونا. يقول هذا ظلت بذهني، عندهم مدرس هم مخليه له مدرس، وهذا هم إلى الآن موجودة، يعني الآباء قد يكون مشغول فيعطي تربية أبنائه والإشراف على تربيتهم وتعليم معلمين ثقات، فكان يدرس تحت إشراف مدرس من محبي أهل البيت. أن في يوم من الأيام إجا هذا المدرس وشاف الأطفال وبيهم عمر بن عبد العزيز يسبون أمير المؤمنين، منشغلين بسب أمير المؤمنين، يعني مسوين أناشيد شنو كذا في سب أمير المؤمنين. فنظر المدرس شزرا غضب ما سلم عليهم، راح قبل. لما حان وقت الدرس دخلوا الطلاب، هو هذا عمر الظاهر عنده ذكاء من طفولته، قال له أستاذ أستاذ شو أنت اليوم يعني ما سلمت علينا، تبغوا علينا بغضب؟ قل هو هم إجاء عن الطريق اللي فهمه وصل له الرسالة. قال له أما متى علمت أن الله قد غضب على أصحاب بدر؟ متى علمت أن الله قد غضب على أصحاب بدر؟ هذا هم فهم الرسالة، قال له علي بن أبي طالب من أهل بدر، وهل علي بن أبي طالب من أهل بدر؟ قال بدر كلها كانت لعلي. يقول كلام ويا أبوي سمعته وضع حاله وهذا وضع المدرس، يقول أخذت على نفسي لو تمكنت من الأمر إلا رفعت السب من على المنابر. وفعلا هذا الرجل هو اللي غير السنة السب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إلى الآن الجماعة يقروها بالخطبة ينهوها بهالمعنى، هي كان أصلها سب، فالطرف الآخر هو اللي يسب، أي ليس من صفات المؤمن السب، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لكن هاي تهمة ألصقت بأتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فأقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبرائيل عليه السلام أن يعظه، فكيف بنا؟ علينا أن لا نتردد فعلا على عقد الندوات والاجتماعات والجلسات التي تقربنا إلى الله، التي تعرفنا بسيرة أهل البيت، بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما عاناه. فمن صفاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان كما قلنا أيضا عالما ونشر العلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن مهمة الرسول أيضا كانت مهمة تعليم، ولهذا ينقلون أنه اهتم بالصغار، فلما جيء بأسرى بدر خاصة من المتعلمين قال لهم يكون إطلاق سراحكم بشرط أن تعلموا كل واحد منكم أن يعلم 10 من صبيان المدينة، ثم إن اهتمامه بالشباب كان كبيرا. أوصيكم بالشبان خيرا، أوصيكم بالشبان خيرا. ومن اهتمامه كانت الرعاية الواضحة لأمير المؤمنين سلام الله عليه منذ نعومة أظفاره وهكذا شبابه، وانفتح على الآخرين. فعلا أن مهمة الرسالة الإسلامية وهي الدعوة إلى الله تحتاج إلى جهود، يعني حتى الأعمال أو المناسك في الحج أو العبادة تحتاج إلى قوة جسد، لا حركة،
وأيضا إلى تحمل، والشاب أقدر من غيره على التحمل، يؤثر الآخرين على نفسه لأن عنده إرادة. هذا اعتمد الرسول على الشبان. الآن في مواجهة الدواعش يعني قد يكون نسبة 70% هم الشبان، وقد لا أبالغ إذا ما قلت أن فيهم من دون سن التكليف، ما واصل السن التكليف، وإن براء يقاتل، وفي بعض الأحيان يعتذرون من آبائهم وأمهاتهم بأن رايحين سفرة. لهالدرجة حنان الوالدين وقلب الوالدين، لكن لهالدرجة من الاندفاع. فالشباب أقدر على تحمل المسؤولية. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتم اهتماما كبيرا بالشباب، أيضا اهتمام بالمساجد أو دور العبادة والثواب المترتب عليها، ثواب كبير. إنه من بنى مسجدا يعني كتب الله له الجنة. تعرفون هو مكان للذكر، لعبادة الله، للصلاح، للتعليم، للتزكية، وهكذا. ففيه ثواب كبير. فهنيئا للمنفقين، للباذلين، فإن ذلك بعين الله فعلا يبقى صدقة جارية. إنه مكان يعني تحضره الملائكة. إن البيوت التي يقرأ فيها القرآن تكثر بركتها، وتحضرها الملائكة، وتهجرها الشياطين، وتضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. يعني فيها ذكر لله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فجزاكم الله خير الجزاء على ما قمتم وتقومون به من تأسيس لهذا المكان، ومن توسعة، ومن إنفاق من أجل تطويره. ونأمل أن تمتد وتتوسع هذه الأعمال الخيرية، هذه الأعمال الإنسانية فيما يتعلق ببناء مدرسة إن شاء الله، أسوة بالجاليات الإسلامية الموجودة في الدول الأوروبية، لما لها من أثر في الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، وبالتالي نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى لكي ننفتح على الآخرين، لكي يتأثروا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بهذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى لينور الأمة، ليخرجها من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله كتاب ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هذا هو القرآن، وهذا هو معجزة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن مواصفاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كما علمنا ومعروف أنه ولد يتيما، أعد من قبل السماء ليكون نبيا صاحب هذه المهمة الربانية الخالدة. يعني توفر على العلم ودعا إلى طلبه والأخذ به، ورفع كما في القرآن درجة العلماء والملتزمين والمتعلمين. ثم إنه كان عابدا، ولقد خاطبه الله في أكثر من آية وآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في معنى صلاة الليل والعبادة، يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الإمام الصادق عليه السلام
يقول بين الله لكل عمل ثواب إلا صلاة الليل لم يبين ثوابها، ويذكر هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وتبعث الطمأنينة والصفاء والنور في وجوه وسيرة العابدين. يأتي أحدهم إلى رسول الله يقول: ما بال المصلين وجوههم نيرة. نيرة يعني علامات الخير والأمان والبشر والمسرة. يقول: لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره. اللهم صل على محمد. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بمهمة لإنقاذ البشرية وإحيائها وترشيدها ولاستقامتها وهدايتها. الزهراء سلام الله عليها في خطبتها بيّنت مهمة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: ولقد كنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان، تأكلون القد يتخطفكم الناس من حولكم، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد صلوا على محمد. بعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا أطفأها الله، فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير شربكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل. تبين أن مهمة الرسول إنقاذ هذه الأمة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله تعالى بأبي بعد اللتي والتي. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنقذ هذه الأمة من الضلال وهداها إلى الطريق المستقيم، وعلمها دروسا تساعدها على الاستقامة في حياته وبعد مماته. أوصى فيما أوصى، يقول الراوي: لما حس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأجل يدنو، قال: يا بلال اجمع الناس. فجمع الناس، فقام الرسول وصلى بهم صلاة خفيفة، ثم قال: أيها الناس، أتعلمون أي نبي كنت لكم؟ ألم أجاهد بين أظهركم؟ ألم تكسر رباعيتي؟ ألم يعفر جبيني؟ ألم تسل الدماء على حرب وجهي حتى خضلت لحيتي؟ ألم أكابد الشدة مع جهال قومي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، جزاك الله عنا جميعا خيرا. ألم ما كان ليقول أريد كذا وكذا وكذا. كل هذا بعين الله، يعني مهمة الرسول كانت بدرجة من المعاناة حتى حرر العقول. أيها الناس، أتعلمون أي نبي كنت لكم؟ ألم أجاهد بين أظهركم؟ ألم تكسر رباعيتي؟ ألم يعفر جبيني؟ طبعا الذي كسر رباعيته تعلمون من؟ عفى عنه. وهذه هي ليش يعني رصيد ومكانة الرسول وأهل البيت ارتفعت عاليا، لأنهم يحسنون إلى من يسيء إليهم. من وصاياه أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن ظلمك
ولهذا احنا ما نستكثر يعني موقف امير المؤمنين من عبد الرحمن بن ملجم، يقول لهم اطعمون مما تطعمون، هو قاتله. وان تعفو عمن ظلمك، وان تعفو عمن ضحى، ما موجوده يعني عندنا حساباتنا الدنيويه، بس اريد انتقم منه وكذا وكذا. بينما الاسلام يقول وان تعفو عمن ظلمك. فرسول الله يجمع الناس ويتحدث اليهم، فقالوا جزاك الله عنا خير الجزاء، الا رجل قام من اقصر قوم، رجل يقال له سواد، قال انا يا رسول الله لما رجعت من الطائف رفعت الصوت تريد الناقلة فأصابت بطني، وأنا على يقين حتى الناقلة حتى الدابة الرسول ما يضربها. قال له وش تريد هسه؟ قال أريد أقتص. تفضل. فدعا يا بلال علي بالقضيب الممشوق، عصا تعبير نخيزرانه. فذهب بلال إلى دار فاطمة وهو يقول من ذا يعطني القصاص من نفسه قبل يوم القيامة. احنا مربينا الاستغفار، وسيمر إن شاء الله الإمام علي عليه السلام يسمع واحد يقول استغفر الله استغفر الله، قال له ويحك يا هذا، أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار هو درجة العليين، وهو اسم واقع على ست معان، أولها الندم على ما مضى، والثاني العود على عدم العود، أو الثاني عدم العود إليه مرة ثالثة، والثالثة أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقوقها بعد، وأن تؤدي حقوق الناس. يعني هذا ما أخذ منه ذاك هالشكل هذا، حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبع، ويقول له وهناك تقول أستغفر الله. يعني وإن كان الاستغفار هو نوع من أنواع الذكر، لكن تترتب عليه استحقاقات منها حقوق الناس. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحاشاه من الذنب، لكن يقولهم منه اللي يعني يطلبني في موضوع، منه الإنسان اللي تجاوزت عليه تجرأت عليه، ما كان من هذا الرجل. مع هذا الرسول يطلب من بلال أن يأتي بالخيزرانة، وذهب إلى دار فاطمة ويقول من ذا يعطي الانقصاص من نفسه قبل يوم القيامة. حتى إذا ما وصل إلى دار فاطمة أخبرها الخبر وقال إن أباك يريد القضيب الممشوقات، وما هذا وقته؟ شو يسوي به؟ قال لها أما علمت أن أباك ودع أهل الدين والدنيا؟ قالت واغماه لغمك يا رسول الله، من للأرامل واليتامى. ثم ناولته إياه، جاء إلى الرسول، قال الرسول لهذا الرجل الشيخ يا شيخ قم واقتص حتى ترضى. قال يا رسول الله اكشف لي عن بطنك. كشف له الرسول عن بطنه فوقع عليه يقبله ويقول أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله. فقال له الرسول يا هذا أتعفو أم تقتص؟ قال بل أعفو. قال اللهم أعفو عن أمة محمد ويسر عليهم الحساب. نعم، حتى إذا ما حس بالأجل أكثر يدنو نقل حمل إلى دار فاطمة، لما نظرت إلى لون وجهي قد تغير قالت أبا أرى لون وجهك قد تغير؟ قال يا بني إني سوف أفارقكم. لطمت وجهها، نعم اشتد الألم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضع له فراش، استقبل القبلة،
بينه وكذلك وإذا بالحسن والحسين قد وقعا على جسد جدهما رسول الله وأخذا يبكيان. ثم أراد أمير المؤمنين أن ينحيهما عنه، قال: دعني يا علي دعهما، دعني أتزود منهما ويتزودان مني، فإنهما سيظلمان ويقتلان. ثم أوصى بوصاياه، يقول أمير المؤمنين: جرني إلى تحت ردائه وأوصاني بوصايا إلى أن فاضت روحه الطاهرة، فخرجت وأخبرت الناس بذلك، فارتفع الصراخ والناس قد علمت برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، انشغل أمير المؤمنين بتجهيز الرسول والصلاة عليه، حتى إذا أخذه إلى ملحودة قبره وضعه في اللحد، نظرت الزهراء سلام الله عليها إلى الناس وهم يحثون التراب على قبر رسول الله، قالت: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على قبر رسول الله؟ ثم أخذت شيئا من تراب القبر ووضعته على وجهها وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت على أي مصائب لو أنها صبت على الأيام صيرنا لياليا قد كنت ذات حما بظل لمحمد لا أختشي ظيما وكان جماليا واليوم أخشع للذليل وأتقي ظيمي وأدفع ظالمي بردائي فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولا أجعلن الدمع فيك وشاحيا فإذا بكيت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت نهاريا فارج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ علماءنا الربانين. اللهم انصر القوات الإسلامية المجاهدة على الدواعش ومن يعاونهم. اللهم من علينا بانكسارهم فإنهم عاثوا في الأرض فسادا. اللهم عجل في ظهور وليك الحجة ابن الحسن ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بجاه مريض كربلاء زين العابدين. أحد الأخوة الشباب اليوم أوصاني، قال: امرأة مسيحية مريضة تطلب الدعاء. فالإسلام رحمة العالمين، الرسول رحمة لكل الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه
أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على هذه المريضة ومرضى المسلمين والمسلمات بالصحة والعافية. أنا قرأت فت خبر مرة يقول رجل ثري أصيب ابنه بمرض فجاء به إلى أمريكا إلى طبيب اختصاص. يقول الطبيب سأل أنت منين؟ قال له أنا من العراق. من يا محافظة؟ قال له من النجف. قال له من النجف وجاين اللي جاي. قال له وعدكم طبيب علي بن أبي طالب. على هاي المرأة المسيحة نسأل الله أن يمن عليها بالصحة والعافية. هذا الطبيب ابنه متمرض وعجز عن علاجه، بالمنام يجي أمير المؤمنين يشافي. فالرسول وأهل البيت رحمة للعالمين. يعني قبل شوية الأخ الأستاذ حكانا قصة مثل هذا من هذا القبيل، فعسى ولعل أن تكون هذه المناسبات وهذه الأدعية محل استجابة للتعريف بالإسلام والمسلمين وبرحمة الإسلام وبرحمة الرسول وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هنيئا لكم الحضور والمشاركة والبذل والإحياء، وتقبل أعمالكم وشافاكم وارض المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، وبالخصوص إلى أرواح موتى مؤسسي هذا المأتم الشريف، وإلى أرواح موتى الباذلين والباذلات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلواته.